السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نتكلم عن موضوع sequence of numbers. هنا ينطينا مجموعة من الأرقام المتتالية اللي تربطها علاقة معينة، أو ينطينا العلاقة وإحنا نطلع من عندها الأرقام. مثلا هنا أريد أول 5 حدود في هذا المثال من المعادلة أو العلاقة اللي معطينا إياها، اللي هي 2n ناقص 1 على 3n زائد 2. نبدأ نعوض هنا قيمة n 1، فلنفرض جدا خلينا الواحد يصير 2 في 1، 2 ناقصا 1 يبقى عندك 1 على هاي بالبسط. المقام راح يكون عندك 3 في 1 3 زائد 2 5، فيصير الناتج اول شيء الرقم 1 على 5. بعدين تعوض قيمة 2 فيصير 3 على 8، وهكذا تستمر الارقام. او العملية معكوسة، انه ينطيك الصيغة، ينطيك الارقام السلسلة وانت تطلع الصيغة. فنلاحظ هنا مثلا معطيني 0 لن 2 لن 3 على 3 وهنا 4، فهنا مبين راح يكون عندك لن الواحد اللي هو قيمته صفر، فعرفت صار لن اثنين لن ثلاثة هاي بالبسط. بالمقام من تكون اثنين صارت ثلاثة، من هي أربعة، من يعني من هي ثلاثة صارت أربعة الناتج، أقصد يعني الحد الثالث مفروض أخذ ثلاثة بالمقام، فصار أربعة معناه n زائد واحد. هذه الصيغة لن n على n زائد واحد. نجي على الثانية، صفر واحد على أربعة واثنين على تسعة، فبالثنين صارت واحد، بالثلاثة صارت اثنين، معناها يقل واحد واحد، كل ما نصعد يقل الرقم واحد، معناها هي n سالب واحد. فبالفعل هنا يعني واحد زائد واحد سالب واحد سندك صفر. بالمقام راح يكون عندك أربعة بالثنين والثلاثة يصير تسعة، معناها n تربيع، فيصير n سالب واحد على n تربيع. نتكلم عن الـ convergence of sequence. هنا تكون طبعا الـ n تقترب من الانفينيتي، فهنا لاحظ هاي هنا يكون عندك أما كوربين converges convergence أو يكون عندك divergence. ناخذ هنا ست فورمولا، يعني 6 فورمولا فورمولاز، اللي هي هنا يعني هنا theory مالتها the following 6 sequence converge to the limits listed below. طبعا هذه صفحة 578. الحالة الأولى طبعا كل الليمت تقترب من الانفينيتي، الحالة الأولى راح تكون عندي ln n على n، هذه صفر دائما صيغة مالتها قيمتها صفر. ناخذ عليها مثال لين ان تربيع على ان، بخاصية اللين انه التربيع يطلع لي قدام، فيصير عندي هنا لين ان على ان حسب هاي الخاصية صفر في اثنين فيصير صفر. الحالة الثانية من تكون عندك القيمة تحت الجذر ان والباور مال الجذر ان، او تقدر تقول هي نفسها ان للأس واحد على ان، هذه قيمتها واحد، هذه الصيغة مالتها، انه تحت الجذر مو بشرط يكون n حتى لو n تربيع، الفكره انه اكو n بالموضوع. فهذه اللي معناها نقدر نحولها انه 2 على n، وبعدين الباور يطلع لي برا هنا التربيع، فيصير عندي n 1 على n، فالقيمه الداخليه هي 1 حسب هذه الصيغه الثانيه، فالناتج 1 تربيع يصير 1. الحاله الثالثه انه x مرفوع للواحد على n، انتبه هنا تختلف، شوف هنا عندك n مرفوعه 1 على n بالثانيه، بس بالثالثة x مرفوعة للواحد على n، الـ x هنا رقم، شرطة انه الرقم يكون اكبر من صفر والناتج راح يطلع عندي واحد. الشرط هنا عندي، انتبه على الشرط، يكون لازم الـ x اكبر من صفر. مثلا هسه منطيني هذه 3n والباور مال الجذر هو n، فالباور مال الجذر نفسه نقدر نقول عليه واحد على n، فيصير 3 للباور واحد على n وn للباور واحد على n. فهاي الصيغة مالتنا انه قيمة الـ x اللي هي 3 اكبر من 1 والباور 1 على n تنطبق عليها الشرط هذه فقيمتها 1. والـ n للباور 1 على n هاي الحالة الثانية اللي خدناها قبل هاي الحالة هم قيمتها 1، فيصير الناتج 1. الحالة الثالثة الـ x مرفوعة للباور n ليست 1 على n مثل الحالة السابقة اللي قبلها، تكون قيمتها 0. هاي شو وقت لما تكون القيمة المطلقة للـ x سواء كانت موجبة او سالبة القيمة المطلقة لها اقل من 1. فتلاحظ هذا المثال 2 زائد 0.1 للباور n، فال 0.1 هي اقل من 1 فتصير ناتجها 0 مرفوع على n طبعا حسب هاي الصيغه، فيطلع الناتج هنا 2 زائد 0 يطلع 2. طبعا هاي الفورمولات كلها تحفظها وتعرف شو تطبقها، راح تجينا امثله ان شاء الله نطبق عليها. الحاله الخامسه 1 زائد x على n للباور n، هذه رأسنا تصير عندك e to the x، انتبه انه هاي الإشارة زائد، من تصير سالب معناه لازم يصير هنا يعني سالب x، هنا الباور مال الـ e.
هذا تطبيق مباشر، 1 زائد 7 على n للباور n، نفس هاي بالضبط. فشنو القيمة؟ ناخذ بس 7 اللي هي x، يصير e to the 7. الحالة اللي بعدها اريد بس اوضح لك انه مو شرط تجيك نصا، لازم انت تغير عليها. مثلا عندك n ناقص 2 على n للباور n، هاي نقدر نقول انه n على n ناقص 2 على n، ف n على n هي 1، ناقص 2 على n للباور n هي نفسها هاي الصيغة اللي هي رقم 5. بس ننتبه ما ناخذ بس الاثنين، ناخذ الاثنين والاشاره مالتها، فتصير اي تو ذا سالب 2. الحاله السادسه والاخيره هنا انه لما تكون عندي اكس للباور ان على فكتوريال ان، يعني 3 للباور ان على فكتوريال ان، هاي دائما صفر. هذه 6، يعني 6 حالات لازم احنا نعرف ايش وقت نطبقها، واذا بها شروط نحفظ شروطها.